نرجع تاني مع بعض ونروح لاخبار منتخبنا المصري، اخبار اتحاد الكره المصري. كوبر هيجتمع مع الكابتن حسن فريد نائب رئيس الاتحاد بكره ان شاء الله لبحث متطلبات المرحله المقبله، وانتم عارفين ان يعني تم تعيين الكابتن حسن فريد كمشرف على المنتخب الاول لمساعده الاستاذ جمال علام. كابتن حسن فريد بيقول قابلت الاشراف على المنتخب الوطني مضطرا بعد ما اتفاجئ بخطاب من استاذ جمال علام رئيس الاتحاد بتكليفه بالاشراف على المنتخب. طيب هو كان كل اعضاء مجلس الاداره وافقوا على يعني كان عندهم رغبه في اشراف الكابتن حسن على المنتخب الاول. كابتن حسن فريد برضه بيقول هنجدد مخاطبه الداخليه الموافقه على دخول الجماهير مباراه تنزانيا. في فكره داخل اتحاد الكره المصري ان مباراه مصر وتنزانيا في تصفيات المؤهله لامم افريقيا، مباراه اللي هتتلعب يوم 14/6 ان شاء الله، مباراة هتكون على استاد برج العرب ويكون فيها جماهير تدخل، لكن طبعا لازم ياخدوا رأي، يعني هم بعتوا او هيبعتوا رغبة للداخلية ان الجماهير تحضر المباراة دي. طبعا احنا لسه بدري، احنا لسه النهاردة 25/4، المباراة لسه يوم 14/6، يعني اصلنا مثلا نقول شهرين الا 10 ايام، لكن اتحاد الكرة عنده رغبة في حضور جماهير لمباراة مصر وتنزانيا في تصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2017. بكره ان شاء الله الاستاذ محمود الشامي والاستاذ ايهاب الهيطه اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره هيسافروا سويسرا عشان عندهم قعده كده واجتماع مع المسؤولين في شركه اديداس، الشركه اللي هي طبعا بتعمل ملابس المنتخب المصري. منتخب 97 هو منتخب اللي بيقوده كابتن معتمد جمال بيخاطب 8 دول افريقيه لاقامه مباراه وديه، خاطب الجزائر وتونس والمغرب والسودان وكينيا ورواندا واوغندا واثيوبيا عشان عايزين يعملوا ماتشات وديه المنتخب 97. شوقي السعيد هيعود لتشكيله النادي الاسماعيلي امام وادي دجله. كان يعني شوقي اعتذر لجماهير الاسماعيلي بعد الاحداث الاخيره، ويعني برضه لازم جماهير الاسماعيلي تساعد القصه وما يعني ما تبقاش قاسيه على لعيبه الاسماعيلي. عمر الوحش هيخضع لاختبار طبي لتحديد مشاركته مع الاسماعيلي امام دجله، لو انتم عارفين كان عنده كدمه قويه او جزع كده في الضلوع، برضه الاصابه دي يعني صعبه شويه، فلسه هيعملوا اختبار طبي في النادي الاسماعيلي ويشوف هل يقدر يلحق المباراه اللي جايه ما بين الاسماعيلي وادي دجله. ماتش قوي جدا الاسماعيلي وادي دجله، اعتقد يوم الثلاث مباراه الاسماعيلي وادي دجله في ملعب وادي دجله اللي هو ملعب المقاولين العرب. عايز اقول كمان ناصر ماهر، من شويه كنت قلت لكم ناصر ماهر اللي هو لاعب الاهلي الشاب، النهارده في تدريبات النادي الاهلي حصل التواء في الركبه فعملوا له اشعه رنين مغناطيسي وطلع عنده قطع في الرباط الصليبي، فكده هيعمل عمليه رباط صليبي، فبنقول له بقى الف سلامه يا ناصر، يعني ان شاء الله يقوم بالسلامه. ناصر ماهر بيقول لاعب كويس، انا ما اتفرجتش عليه لغايه دلوقتي لكن يعني بيقولوا عليه لاعب كويس، لكن طبعا الصليبي هتعطله شويه. مخاوف في الاسماعيليه من عدم التزام عمرو السوليه بالتجديد. طب هكمل خبر عمرو السوليه ده لكن هروح للكابتن مختار نجم طبعا النادي الاهلي السابق ومنتخبنا المصري المدير الفني المميز جدا، يعني درب فرق كتير جدا وعمل انجازات كبيره جدا، كابتن مختار والمدربين الرائعين، امبي خد معاه كاس مصر، المصري بتروجيت عمل نتائج رائعه ودايما الفرق اللي بيمسكها بيعمل معاها شغل كويس جدا، ويعني برضه في كلام كده على الكابتن مختار في النادي المصري، فهنشوف راي كابتن مختار وهل في حد اتصل بيه من اداره النادي المصري ولا لا. كابتن مختار ازاي حضرتك؟ الله يخليك كريم، ازي حضرتك؟ وحشني جدا والله يا كابتن مختار، مختفي. الله يخليك يا كريم، مختفي وعايزينك تظهر على الساحه كده وترجع ان شاء الله تكون متواجد في الدوري الممتاز ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبي، ربنا يبارك فيك يا كريم. ايه موضوع المصري؟ لا مفيش حاجه لسه، مفيش حاجه لسه خالص. لا لا بس في اسمك بيتردد يا كابتن يعني في النادي المصري. والله يعني عادي، انا ما يعني ما فيش جديد يعني لسه. يعني لو النادي المصري طلب حضرتك الفتره؟ لا لسه، لا هفكر، لا هفكر. يعني تفكر؟ لا لان كان في كلام قبل كده وهم الناس اللي خلوا. بس انا عشان انا ما بتكلمش طبعا. ايوه فطبعا برضو لازم يبقى فيها تفكير شويه. يعني لو المصري عرض على حضرتك تفكر برضو، ما يعني تحسبها برضو؟ والله ولا شوف، يعني الحمد لله يعني انا ليا في المصري فتره يمكن مش كبيره قوي وصغيره، لكن كانت ذكريات طيبه جدا جدا، وقضيت في بورسعيد ايام هايله يعني. الناس هناك حاجه، والله انا مش بقول كده يعني
يعني بقول اي كلام وخلاص، لا ده انا بتكلم فعلا الكلام الحقيقي. انا قضيت ايام طيبه جدا 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 في بورسعيد، وكانت سواء من النتائج ومن الاداء وسواء من البورسعيديين نفسهم يعني. اصل كمان يعني استاذ ياسر يحيى رئيس النادي الحالي قال ان يعني بيني وبينك كده يعني، قال ان كابتن مختار ده من المدربين المميزين جدا، وهو المرشح الاول ونفسه يتعاون معاك الفتره الجايه في حاله اقاله مكيده يعني. الله اعلم بقى ايه اللي هيحصل بكره، ربنا يصلح الاحوال. شايف الدوري ازاي يا كابتن مختار؟ يعني بتتفرج على الدوري وايه الفرق اللي عاجباك؟ وشايف المنافسه عامله ازاي؟ وهل الزمالك فرصته اكبر في الفوز بالدوري ولا لسه الاهلي قادر ان هو يرجع تاني؟ لا اكيد طبعا الزمالك فرصته اكبر بكتير. الاهلي معودنا على الرجوع دايما، لكن فرصه الزمالك ما شاء الله هايله جدا، لكن عنده بقى دلوقتي يعني فرقه ماشيه وراه بشكل قوي جدا، وهي كمان فرقه مميزه جدا وهي انبي. يعني هو انا بقول ان ممكن يخاف من انبي اكثر من الاهلي في الفترات اللي جايه دي، لكن الاهلي قادر لان الاهلي معودنا على الكلام ده يعني. رايك ايه في المدربين الاجانب في الدوري يا كابتن؟ يعني سواء فيريرا في الزمالك، مستر جاريدو في الاهلي، مستر كوبر، رغم ان احنا لسه يعني ما شفناش تجارب لمستر كوبر وما دخلناش في الجد، لكن شايف المدرب الاجنبي ازاي في مصر في الفتره الحاليه؟ بصراحه يعني احنا مزودينها شويه، والله مش بقول كده عشان المدرب مصري او انا منهم يعني، لكن هو محمد صلاح كان ماله في ايه يعني؟ ايوه، وكان محقق نفس النتائج والدنيا ماشيه معاه. وبعدين امتى ندي يعني ولد من اولادنا في وقت معين ونكبره ونحسسه ان هو افضل من الاجانب؟ في فرصه اكتر من كده؟ وانا شايف ان كان صلاح يعني كان ممكن يعمل نتائج كمان افضل من اللي هي موجوده ديت، لكن دي طبعا قرار من مجلس اداره، لكن انا شايف ان هو الراجل ما اضافش كثير يعني بالنسبه للزمالك. حتى بالنسبه للنادي الاهلي يعني دينا شايفين الراجل مش ماشي معاه خالص، وللاسف يعني في فكر كلنا يعني لينا علامات عليه. فاكيد ان الكلام دوت يعني زي ما انت بتقول كده، لا ما المدرب الاجنبي ما اضافش كتير. مش مقنعين يعني، شايف المدربين الاجانب في الفتره الحاليه مش مقنعين. نتمنى مدرب المنتخب يكون. انا الصوت بعيد يا كابتن مختار. والله يا كريم انا اصلي بعمل رياضه وماشي. انا سايق حاسس حضرتك بتنهك كده بتجري ولا حاجه. معلش. لا مفيش مشكله. يعني انا مش شايف ان هم اضافوا كتير يعني. ايوه. وانا اتمنى طيب هسالك حاجه بخصوص النادي الاهلي، حضرتك طبعا احد ابناء الاهلي واحد نجومه الكبار، شايف ان لو حصل مثلا جريده ما كملش مع الاهلي في الفتره الحاليه ده يعني يفرق مع الاهلي سلبا ولا ايجابا في التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي؟ لا انا بقول لا، ما ينفعش ان جريده ما يكملش، لازم يكمل، لازم يكمل، وده الطبيعي وده النادي الاهلي. ولو النادي الاهلي عمل غير كده يبقى مش ده النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليه، يبقى في حاجه يعني فيها خلل. فانا يعني حتى انت مش مقتنع بجريده بس بتقول لازم يكمل ان هو. لا طبعا طبعا لازم يكمل، ولازم نديله فرصته للاخر، وفي اخر الموسم يبقى في حساب. لكن ما ينفعش ان احنا ناخد فيه قرار دلوقتي، ما ينفعش خالص. يعني حتى لو حصل تعثر في افريقيا في الدوري الكلام ده برضه يكمل، حضرتك شايف كده يعني؟ هو ما هو لو حصل تعثر في افريقيا يكون الدوري بتاعي خير. يعني انت بتتكلم على الماتش الجاي. مثلا والله طبعا ظروف صعبه، واكيد ان قرار بالنسبه لمجلس الاداره قرار صعب جدا جدا جدا. لان طبعا الراي العام ضاغط عليهم بشكل غير طبيعي. فاكيد يعني انا بقول هو مش الراي العام، هو ما هو الراي العام هو اللي يعني هو اللي شايف وهو اللي بيحكم وهو اللي احنا بنتكلم يعني بنتكلم يا كابتن مختار في ضوء الحاجات اللي احنا شايفينها، في ضوء وقائع موجوده يعني. لا اكيد 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 في حاجات كتيره فيها حاجات سلبيه بشكل كبير جدا جدا. ويعني الفكر واضح ان هو يعني غير متماشي خالص مع الاولاد، وفي فجوه بشكل كبير قوي قوي، ودي باينه في سواء في 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 التيم اللي بينزل في الاول مع التغييرات، امر صعب قوي يعني. انا يمكن من الماتشات القليله الماتش اللي فات اللي انا اتفرجت عليه كله امر صعب جدا، سواء في الاداء سواء في حاجه يعني حاجه غير مسبوقه بالنسبه لاداء النادي الاهلي. كان النادي الاهلي كان بيأدي فيه ماتشات اداء فيها اقل من كده، لكن كان بيكسب ببساطه وبسهوله. لكن الماتش اللي فات ده الامور كانت صعبه جدا جدا جدا، وديت طبعا دي يعني ده نتاج ما قبل ايه؟
يعني ما قبل الفترة اللي فاتت دي ما يكون النتائج ومع الأداء الوحش كتير قوي. فأكيد الأمور اللي هتبقى في الفترات اللي طيب جاية. طيب سؤال برضو مش بحرك حضرتك ولا حاجة، ولكن يعني قماشة النادي الأهلي واللاعيبة المتواجدة تطلع احسن من كده وتلعب كتير احسن كتير. كتير ده اللي انا كتير. قلته والله يا كابتن مختار. لا لا كتير كتير، النادي الاهلي فيه لعيبه كوره، الاولاد الصغيره لعيبه هايلين، والولاد الصغيره لو ما كانوش خدوا السنه دي امال ياخدوا امتى؟ وغير كده وكده ده انا اديهم عشان كمان يبقى ليا حجه. ايوه لو ما ادوش. لكن ان انا يعني ابقى انا مادي بيهم فتح مبروك السنه اللي فاتت مادي بيهم بالشكل اللي هو الهايل اللي ادى بيهم دوت، والولاد بصراحة يعني تنافسوا بشكل هايل وأدوا أداء أكثر من رائع السنة اللي فاتت. أجي السنة دي أقعد معظم الأولاد وأدخلهم دايما في منافسات يعني غير محسوبة، أنا مش حاسبها كويس. يعني الولد بينزل الماتش بيحاول يطلع أحسن ما عنده، عشان كده بيطلع أوحش ما عنده، وداني ماتش بيقعد له 3 4 ماتشات عقبال ما يجي يلعب تاني، الامور تبقى صعبه جدا جدا عليه. بالظبط امر صعب، واحنا فعلا النادي الاهلي فيه لعيبه صغيرين على اعلى مستوى بصراحه. يعني بالتوفيق ان شاء الله الفتره الجايه كابتن مختار، وان شاء الله نشوفك في حته كده وتمتعنا تاني الفتره الجايه ان شاء الله. شكرا بشكرك كابتن مختار. مختار كنت بكلمكم من شويه على موضوع عمرو السوليه، في مخاوف من في اسماعيليه من عدم التجديد او من عدم قبول عمرو السوليه للتجديد مع النادي الاسماعيلي. طيب انا عايز اقول حاجه، ودايما انا هنا في الحته دي مع اللعيب. ليه؟ يعني انا في صف عمرو السوليه، مش بقول له ما تجددش، ولكن في اتفاق ما بين اداره الاسماعيلي العميد محمد ابو السعود رئيس النادي مع عمرو السوليه ان هو ياخد مستحقاته المتاخره، واول ما مستحقاته المتاخره تكون جاهزه وعمرو ياخدها عمرو السوليه يجدد للنادي الاسماعيلي. ده اتفاق ما بين اداره الاسماعيلي واداره عمرو السوليه. عمرو السوليه اعتقد ليه مش عارف 800 مليون جنيه حاجه كده، مستحقات قديمه ما خدهاش، مش فاكر الرقم بالظبط، لكن الرقم يقترب من المليون جنيه. فعمرو طالب ان هو ياخد مستحقاته المتاخره عشان يجدد عقد جديد مع النادي الاسماعيلي. فده كان اتفاق ما بين اداره الاسماعيلي واداره عمرو وما بين عمرو السوليه. فلغايه دلوقتي اداره الاسماعيلي ما التزمتش مع عمرو السوليه بدفع مستحقاته، فعمرو السوليه مش هيجدد غير لما ياخد مستحقاته، ده حقه. يعني انا بقول ادام في اتفاق يبقى نلتزم بالاتفاق، فما نجيش دلوقتي بقى نضغط نقول ايه ان النادي الاسماعيلي قلقان وان بيضغطوا على اللاعب ان عمرو السوليه مش هيجدد. طب ما نفذوا الاتفاق وبعد كده الولد هينفذ يعني هينفذ الوعد اللي هو هيجدد للنادي الاسماعيلي. فانا دايما مع اللعيب في الحته دي، ادام في اتفاق والنادي الاسماعيلي ملتزم مع عمرو ان عمرو لعيب كويس ولعيب كبير ولعيب منتخب مصر ولعيب عايز برضه، خلي بالكم اللعيبه الكبيره دي برضه عايزه تحس ان هي بتامن مستقبلها وبتعمل فلوس، ان هم برضه ما تضمنش واحد بيتعور في ثانيه وبعد كده بيقعد، بتلاقي الامور صعبه. فنتمنى يعني يكون الامور بسيطه ما بين عمرو السوليه والنادي الاسماعيلي في الفتره، واتمنى من المسؤولين في النادي الاسماعيلي ما يضغطوش على عمرو السوليه في حته ايه ان عمرو مش عايز يجدد، لا التزموا الاول معاه في اتفاقكم في الاتفاق اللي ما بينكم وبعدين نحاسب عمرو السوليه. طيب نروح لكابتن عزمي مجاهد مدير الاداره الاعلاميه في اتحاد او المركز الاعلامي في اتحاد الكوره المصري. كابتن عزمي ازي حضرتك؟ مساء الخير يا كريم ومنور الدنيا. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله حبيبي. يعني انا بكلمك مش عشان حاجه في اتحاد الكوره، انا عايز ابارك لك على برنامجك بس كده واقول لك بالتوفيق ان شاء الله يا كابتن عزم. الله يخليك كريم، وانا شاكر جدا جدا لان انت انسان محترم. الله يخليك، وان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله ونعمل اضافه برضه ان شاء الله. بس ما تقطعش علينا والنبي يا كابتن عزم. لا ما شبهليش في الرياضه خالص. انا ما بعرفش حاجه في الرياضه. ده بقول لي بقى يعني تفاصيل ايه كده في البرنامج الجديد ان شاء الله عشان نتابعه والجماهير كلها تتابعه ان شاء الله. هو طبعا هو البرنامج اسمه الملف، هنفتح الملفات، الملفات كتيره يا كريم طبعا. في ملف طبعا ملفات محترمه جدا القوات المسلحه زي الشرطة، يعني مش شرط الملفات تبقى وحشه، هتفتح الايجابي والسلبي. الايجابي والسلبي، ولازم احنا هدف البرنامج ان الايجابي نخليه اكثر ايجابيه. ايوه. والسلبي نحاول نخليه ايجابي. يعني احنا مش داخلين نهدم. أيوه. احنا بس بنقول يعني مثلا عندك التربيه والتعليم دي مشكله كبيره في مصر، التعليم بقى تجاره. أيوه. ما بقاش في تعليم ولا تربيه ولا تعليم. فلازم نفتح الملف ده عشان الناس تبقى عارفه احنا رايحين فين ونجيب المسؤولين. دي حاجة، هنفتح ملفات كتير يا كريم جدا عشان صالح البلد، يعني احنا ما بنعملش حاجة لينا يعني. أيوة. الحاجة التانية إن في فقرة في النهاية
اسمها فضفض مع عزم مجاهد. دي بقى ناس هتتكلم، اللي عنده ملف عايز يقوله، اللي عايز اللي عنده مشكله، اللي عنده اي اشكال يقوله، بحيث خد بالك بقى اللي هيقول على اللي هيتكلم معايا وهيقول مشكله والمسؤول يطنش اخد بالك وما يعملش حاجه اخد بالك، يبقى هنعلن ان المسؤول الفلاني تقاعص واحنا عرضنا المشكله عشان نحلها. في مشاكل كتير في الارياف في الريف المصري، في مشاكل كتير في الـ في الـ في الصرف الصحي، في مشاكل كتير في المستشفيات والعلاج وما ادراك ما العلاج يا كريم. أيوه. يعني في مشاكل في الرياضه هنعرضها، في مشاكل في السياحه هنعرضها، فان شاء الله ربنا يكرم باذن الله ونعمل حاجه اضافه كده للاعلام المصري. برنامج بالدنيا. يومي ولا اسبوعي ولا ايه بالظبط؟ انا البرنامج هيبقى يوم الخميس والجمعه من 7 ل 9 ان شاء الله، من 7 ل 9 على قناه العاصمه بقى ان شاء الله بقى على يعني. قناه العاصمه النهارده ان شاء الله احنا عاملين يوم مفتوح، وانا بشتغل من الساعه 11 الى بقى لما نخلص الضيوف اللي جايين يباركوا ان شاء الله. براحتك يعني، حتى ما اطلع الفجر يا كريم. اتفرج عليك النهارده ان شاء الله كابتن عزمي، الف مبروك. الله يخليك يا كريم، متشكر. توفيق ان شاء الله، بالتوفيق. الله يخليك، بشكرك. كابتن طارق يحيى عايز يشتري 7 لاعبين للنادي الاسماعيلي الموسم القادم، طبعا يعني عنده نقاط ضعف كتير في الفرقه وغيابات كتيره واصابات، فاكيد النادي الاسماعيلي بقى بيحط في دماغه برضه لعيبه الفتره اللي جايه ان شاء الله. الاسماعيلي هيجي في القاهره يوم الاثنين، يبات في القاهره ان شاء الله او يعمل معسكر مغلق في القاهره عشان استعدادا لمباراه وادي دجله يوم الثلاث باذن الله. كابتن طارق يحيى برضه بيهدد بشكوى النادي المصري بسبب مستحقاته ل 120 ألف جنيه، مستحقاته في النادي المصري ما حصلش عليهم لغايه دلوقتي. ام بي بيحفز لعبته بالمكافئات قبل مواجهه دمنهور، انتوا عارفين نادي ام بي في المركز الثاني عنده 50 نقطه وبيطارد نادي الزمالك، وكان كسب المباراه الاخيره النادي الاسماعيلي 3-0 وعنده مباراه دمنهور ان شاء الله في الدوري، كان كسب الاسيوطي سبورت كمان 4-2، كان عنده يعني ماتشين قدر يتفوق فيهم على الاسماعيلي، وبعدين كسب الاسيوطي 4-2 في ملعب الاسيوطي. فصارفين بقى المكافئات كابتن طارق العشري واداره نادي امبي عشان يحفزوا اللعيبه قبل مواجهه دمنهور ان شاء الله. احمد السيد هيغيب عن فريق المقصه في مباراته القادمه امام الداخليه بسبب حصوله على 3 انذارات، فكابتن ايهاب جلال بيحاول يجهز مساج بقى مكان احمد السيد. طبعا كان اخر مباراه للمقصه خساره من طلائع الجيش 2-0. الاهلي والزمالك في كره الطائره كان مباراه امبارح في نهائي الدوري، لكن الدوري كان محسوم لصالح الزمالك، ان الزمالك فاز بالدوري بعد ما فاز على بتروجيت قبل ما يلاعب النادي الاهلي، يعني كانت مباراه الزمالك والاهلي امبارح في دوري الطائره او كره الطائره كان مباراه تحصيل حاصل، لكن قدر الزمالك يفوز على الاهلي 3-0 والزمالك بيتوج ببطوله الدوري للكره الطائره. مبروك طبعا لنادي الزمالك، مبروك للكابتن احمد عبد الدايم رئيس جهاز كره الطائره، مبروك للكابتن حسام عبد العزيز مدير الفني، مبروك للكابتن عماد نصر، كابتن اشرف ابو الحسن طبعا يعني هو كابتن الفريق بيستلم درع الدوري، مبروك لمجلس اداره نادي الزمالك طبعا برئاسه المستشار مرتضى منصور فوز الزمالك بدوري الكره الطائره. ويوم الاثنين والثلاث لقاءات كاس مصر في الدور قبل النهائي للكره الطائره، الاثنين والثلاث الاهلي هيلعب مع طلائع الجيش والزمالك مع الشرقية الدخان يوم الاثنين، ده الدور قبل النهائي لكاس مصر. اللي هيكسب من الاهلي وطلائع الجيش هيلاعب الكسبان من الزمالك والشرقية الدخان في النهائي يوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله. طيب نروح للكابتن طارق يحيى المدير الفني للنادي الاسماعيلي، واحنا طبعا بحب كل يوم اتكلم مع كابتن طارق يحيى، انا عارف عنده مشاكل كتير وعنده اصابات كتير وبنحاول نشد من ازره، ان كابتن طارق يحيى مدرب كبير وماسك نادي كبير النادي الاسماعيلي فمش عايزه يزهق مننا ان احنا كل يوم بنعمل معاه مداخله، لكن بنحب دايما نطمن على النادي الاسماعيلي وعلى كابتن طارق يحيى. ازيك كابتن طارق؟ ازيك يا كريم، ازيك يا حبيبي؟ اخبارك؟ احنا مزهقينك كل يوم مداخله بس عايزين نطمن عليك ونطمن على النادي الاسماعيلي. لا يا حبيبي تحت امرك في اي وقت، ربنا يخليك. الله يخليك، وانا عارف ان الظروف صعبه شويه والاصابات، فبنحاول نفكر معاك كده نشوف بتعمل ايه الفتره دي. والله الحمد لله، الحمد لله الامور ماشيه كويس. انا عايز بس يعني عايز بقى يعني افهمك حاجه. يعني هو طبعا القلق اللي حصل الاسبوع اللي فات ده يمكن عمل رام شويه. يعني انا شايف ان ما كانش له لازمه. احنا انت بتتكلم النهارده كريم، يعني معلش برضو نادي الاسماعيلي عنده 40 بونت.
انا لا مستر ريكاردو مسؤول عن الخصم 6 بونت، ولا انا مسؤول، ولا المجلس ده كان مسؤول، يعني ان هم يعني الموضوع ده حصل في عدوهم. هو صحيح الدفع كان المفروض يبقى في عدوهم، ولكن الناس طبعا كان في مشاكل ماديه وكده. فاحنا بنتكلم في 40 بونت يعني، يعني الاسماعيلي حاليا 40 بونت. أيوه. وصل ل 40 بونت يعني رابع، المفروض رابع دوري، المفروض يعني رابع لو يعني لو النقاط دي ما اتخصمتش. الدنيا مش سودة قوي يعني، فاهم قصدي؟ لا الدنيا يعني احنا 40 بونت، انا مالي انا بالستة بونت دول، ولا ريكاردو له ماله، ولا مجدي له ماله. بس في نفس الوقت برضو انت الان مسؤول عن نادي الاسماعيلي. نادي الاسماعيلي زي ما انت عارف يا كريم يعني لم يتعرض لمثل هذه المواقف من سنين، من سنين يعني. يعني تتكلم في، مش عايز اقول مبررات علشان مش كل واحد يقول لك ايه، اصل الناس تقول لك ايه كل شويه ما تطلع تقول مبررات. لا، الناس عرفت خلاص المبررات، عرفت ان عندي اصابات وعندي وعندي، لكن احنا بنحاول نجهز البدائل الحمد لله. شغالين بشكل جيد وشغالين جامد وشغالين مع الولاد بشكل جيد، وبنحاول نحفزهم، بنحاول نديهم جرعات معنويه بشكل متواصل عشان يفضلوا على مستوى كويس، او يحولوا بعض اللعيبه اللي هي كانت مش بتشارك تحاول بقدر الامكان تخش فورمه معانا وتساعدنا بشكل كبير، لان البدائل بتقل، الحلول بتقل، فبالتالي انت مطالب ان انت تعمل نتائج. واحنا الحمد لله ان شاء الله مستمرين في شغلنا وعملنا بشكل دائم، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا ندخل النادي الاسماعيلي. وانا انا ما وعدتش ببطوله، انا بحاول ادخل الاسماعيلي في منطقه افضل. ايوه فاهمني، منطقه افضل بس مش اكتر. النهارده كريم بس عايز النهارده النادي الاهلي لما غاب عنه عبد الله السعيد وليد سليمان، مش هقول عماد متعب ولا مؤمن زكريا هقول مثلا مش الاربعه يعني، غاب عنه ثلاثه اللي هم نزلوا، كان الاهلي مغلوب من دمنهور يا كابتن. ايوه انا 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 الماتش اللي فات غاب عني اربعه، راجل مانويل بناهيني ده وزيزو وفتحي والوحش. ايوه اربعه كانوا بيلعبوا ماتش الاهلي وكانوا بيلعبوا ماتش بتروجيت. طب ما غصب عني، ما انا هتعمل ايه؟ فاهم قصدي؟ فعموما احنا بنتكلم في، مش عايز اقول برضو مبررات، ولكن احنا هنقاتل. وكان غايب الشوقي السعيد الماتش اللي فات كمان، خمسه لعيبه، خمسه اساسيين يا كريم. فانا بس عايز الناس ايه، اصل الناس برضو في ناس في الاسماعيليه بتحاول تسخن الامور يا كريم، وتحاول تبين للناس ان النادي الاسماعيلي وحش، والنادي الاسماعيلي ما بيأديش، والنادي الاسماعيلي النادي الاسماعيلي النادي الاسماعيلي. طب ما النادي الاهلي كان خسران يا كابتن من دمنهور، وما كانش فيه ثلاثه لعيبه بس في الملعب، يعني ثلاثه اللي ناقصين من النادي الاهلي، ناقص خمسه لعيبه، وكنت كسبان الشرطه وتعادلت مع الشرطه. ايوه في ناس يا كريم في الاسماعيليه ما بتبقاش عايزه النادي الاسماعيلي يبقى كويس، الله اعلم مين. لكن احنا بنحاول نقاتل ونجاهد مع الناس اللي موجوده، مجلس اداره المحترم الموجود والجهاز الفني واللعيبه، هنقاتل ان شاء الله باذن الله، هنقدم مردود كويس باذن الرحمن الفتره اللي جايه، وربنا ان شاء الله يساعدنا، وربنا يساعد الولاد ان شاء الله على المحن اللي احنا فيها، ونحاول نخرج من العصره الخفيفه دي اللي ألمت بينا. ما عندك ماتش صعب مش سهل برضه مع وادي دجله، فرقه كويسه وكابتن حماده صدقي، والامور صعبه كلها يعني في الدوري، الماتشات ما فيش ماتش سهل. ارجع اقول لك يا كريم، ارجع اقول لك الماتشات اللي احنا بنلعبها دي، نادي الاسماعيلي الدور الاول لعب بتروجيت على ارضه، لعب انبي على ارضه، لعب الدجله على ارضه، لعب المقص على ارضه، لعب لا الشرطه على بره. الاربع ماتشات دول انا خدتهم بره، والاهلي كمان ادي خمسه. ايوه والله بقى انت مش مصدقني. ايوه انا بتفرج على الماتشات وانا مصدقك. بتفرج يعني، انا لعبت بتروجيت بره، اهلي بره، انبي بره، شرطة عندي، طالع دجلة بره، وبعدين هرجع هروح مقصة بره، وزمالك وزمالك بره، لا مقصة، واعتقد هناخد الاتحاد عندنا، وبعدين نطلع اتنين بره ورا بعض. يعني الماتشات اللي بره ملعبك هتبقى كتيرة قوي. يعني انت بتتكلم في سبع مباريات، هتلعب ثمان مباريات، لا تقولي تسع مباريات فيهم ستة بره ملعبك وثلاثة على ملعبك. دي مش حجج ومش اعذار، ولكن انا بقول للناس الوضع يا جماعه، الوضع اللي احنا فيه، بنحاول بقدر الامكان ان احنا نقف على رجلينا بشكل جيد، ونخلي الولاد عندهم جلد وعندهم صبر، وبنحاول ان احنا نعمل تيم
مش عايز اقول السنه دي، لا بنقول السنه الجايه النادي الاسماعيلي ان شاء الله. بس السنه دي بنقاتل اللي موجود، ربنا وفقنا ان احنا نحقق الهدف اللي احنا فيه اللي احنا بنبغى اليه اللي هو الوصول مربع الذهبي، خير وبركه. ربنا ما وفقناش خلاص نبدا نستعد لو في نصيب ان احنا كملنا السنه الجايه ان شاء الله. طيب كابتن طارق، انا كنت لسه بقول خبر من شويه ان انت ليك مستحقات ماليه في النادي المصري، وبتفكر كده انت تقدم شكوى ان انت مش عارف تاخد مستحقاتك. انا كابتن يعني اتكلمت كتير في الموضوع ده كريم، ومش عايز افتحه تاني. انا اتكلمت كتير مع الناس ومنتظر طبعا الاخوه في النادي المصري ان هم، وصلنا مش لوحدي يعني، انا معايا الجهاز الفني المعاون، وهو النادي المصري بيمر بظروف صعبه ما يعني نتائج وكده، فمش عايزين نضغط عليهم. فانا سايبهم لما يبقى في معاهم فلوس يبعتوا لنا الفلوس، ما فيش مشكله خالص. لكن انا مديهم، انا عادي يعني لغايه يوم 1/5 بعد كده هفعل الشقه بتاعتي بشكل جيد، لان طبعا انا ما يعني برضو دي الاولاد اللي معايا دول ذنبهم يا كريم، يعني معايا طارق السيد ومعايا مدحت مكي وعادل مامور، مش ذنبهم حاجه، الناس دي سابت انديتها وجت معايا. ايوه يعني كان عادل مامور في نادي الزمالك، وكان جاي له عرض في الامارات. مدحت مكي كان في نادي المصريه للاتصالات مدير في قطاع الناشئين، وبعدين انتقل للزمالك وبعدين جه معايا. يعني برضو انا من خلالك يا كريم يعني بقى حاج ياسر ده راجل انا بحترمه وبقدره جدا، وهو راجل حقيقه يعني بيناطح الحقيقه. انا عارف الحاج ياسر بيناطح في هو والمجلس الاداره في ظروف صعبه وظروف عاتيه جدا جدا في بورسعيد. انا مش قادر اتكلم معاهم، وانا عندي معلومه كده ان هم مدين مهله اخيره المكيده الماتش الجاي، لو ما فيش فوز على سموحه هيبقى في اقاله. والله العظيم يا كريم اقسم بالله العلي العظيم كل تمنياتي للنادي المصري، اقسم بالله دي فرقتي انا اللي عاملها كابتن، والفرقه دي اقسم بالله كمان مره لولا الطيارات الغريبه اللي داخل النادي هناك والصراعات اللي موجوده، اقسم بالله احنا ننافس السنه دي على، مش عايز اقول على الدوري، لا على المربع الذهبي بالفرقه اللي موجوده. أيوه. لكن للاسف الشديد في صراعات كده وفي حاجات غريبه بتحصل في الانديه الشعبيه دي بتخلي الولاد بينزلوا مخنوقين مش عارفين يلعبوا. يعني احنا كنا في ماتشات كتير يا كريم بننزل مغلوبين اقسم بالله. أيوه. يعني برغم ان انت كنت اول دوري لغايه الاسبوع التاسع، انت بتتكلم في اول دوري الاسبوع التاسع والعاشر بقينا تاني، وبعدين ال 13 قبل انا ما امشي وانا ماشي كنا التاسع، يعني شوف من الاول للتاني للتاسع او تامن تقريبا. ايوه فنزلنا 6-7 درجات بفعل فاعل، يعني الاولاد كانوا بينزلوا مخضوضين وخايفين ومن الكلام اللي بيتعمل ومن الناس اللي برضه نفس الكلام، جه بعض الناس شتموهم في الملعب وشتموا بعض الناس اللعيبه بالقصد مدفوعين من ناس معينه الله اعلم، فسرعات وفاهم قصدي. يعني انا قلبي معاهم والله قلبي معاهم، دي فرقتي انا اللي عاملها كريم. اكيد يعني يا كابتن مصر دي العبد اللي عاملها، وانا عاملها بامانه احنا مع مجلس مساعد مجلس الاداره اللي موجود بمنتهى الحياديه ومنتهى الاحترام، واخترنا لعيبه مميزه، ولكن للاسف الشديد الصراعات خلت التيم اتجاه مختلف يعني تمام اتجاه اخر يعني. بشكرك كابتن، اتمنى لك اليوم بالتوفيق يا كريم والله. اكيد يا كابتن، انا بشكرك واتمنى لك التوفيق ان شاء الله في اللقاءات القادمه. طيب مهندس خالد عبد العزيز بيهنئ منتخب سيدات كره الطائره بالفوز على منتخب اثيوبيا والصعود الى دوره الالعاب الافريقيه بالكونغو. منتخب كره الطائره سيدات فاز على اثيوبيا وصعد الى دوره الالعاب الافريقيه اللي هتقام ان شاء الله في الكونغو، والمهندس خالد عبد العزيز هنئ المنتخب بسبب الصعود، واحنا كمان بنبارك لهم على الصعود لدوره الالعاب الافريقيه. طيب انا معايا بعض الرسائل بقى كده الناس توقعاتها ومشاهدين توقعاتهم للقاءات الاهلي والمقاولين والزمالك وحرس الحدود. عبد السلام محمد من السويس بيقول لي الزمالك هيكسب 2 والاهلي هيخسر 1. محمد سامي شريف من مدينه رشيد بيقول اتوقع تعادل الزمالك مع الحرس 1-1 والاهلي هيكسب المقاولين 1-0 بهدف لمؤمن زكريا في الدقيقه 90. هاني ابو سلمى من الجماليه ده اهليه بيقول الزمالك 1-0 لباسم مرسي. طيب اروح بقى للامارات ومعايا طارق السيد، مش طارق السيد لاعب الزمالك السابق اللي هو الظهير الايسر، لا طارق السيد ده كان حارس مرمى برضه في نادي الزمالك وكان في قطاعات الناشئين وكان حارس مميز جدا، وبعدين انتقل للعمل في دوله الامارات العربيه، والنهارده ماسك فريق دبل فجيرة، يعني الموسم الحالي كان فريق دبل فجيرة
في الدوري الممتاز وهبط الى القسم الثاني، وهو مسك ديبا الفجيرة في القسم الثاني وصعد بي الى الدوري الممتاز الاماراتي، ودي تاني مره طارق السيد يصعد بديبا الفجيرة الى الدوري الممتاز الاماراتي. راجل شغال في هدوء، راجل ما شاء الله انجازين مع نفس الفريق بيصعدهم مرتين، يعني كل ما يصعدوا للدوري الممتاز يمشوا طارق السيد ويجيبوا واحد مدرب اجنبي ويدفعوا له بالدولارات، وبعدين ينزلوا يروحوا جايبين طارق السيد تاني. طارق السيد ده كان حارس مرمى في نادي الزمالك. فانا معايا على التليفون طارق، كابتن طارق السيد مدير الفني لفريق ديبا الفجيرة الصاعد حديثا الى الدوري الممتاز الاماراتي النهارده، يعني تحدد صعوده للدوري الممتاز.